اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم ام 24 في المونديال مع مراد من هنا من شارع مشيرب اللي فيه واحد الانيماسيون عجيبه بزاف وغادي نوريكم بعض اللقطات حيت خدينا ارتسامات ديال الجماهير اللي جاوا هنا باش يحضروا الكاس العالم. في هذه الحلقه ديال اليوم نرجعوا لاخر استعدادات الفريق الوطني المغربي كيف القاعده. غيكون عندنا لقاء مع يوسف الذهبي اللي غيحل لنا واحده من المقابلات اللي تجرات البارح من هذه فريق المقابله اللي جمعت فريق الكامرون مع فريق سويسرا وكذلك بعد الصور الجميله. فرجة ممتعة. رشيد رشيد فعلا عندنا جوج اصابات في المنتخب. الاصابه الاولى ديال المزراوي كي شفتوا في المباراه الاخرى ضد كرواتيا تصاب على مستوى الفلون ديالو الفلون غوش الايسر واللي قمنا له بفحوصات ولحد الان ما يمكنناش نعرفوا واش غيشارك في المقابلات الجايه ولا لا. غيكون عندنا فحوصات اخرى غدار له ومنا ان شاء الله غدا ولا من بعد غدا تكون عندنا النتيجه. فيما يخص اللاعب اشرف كيف شفتوه في واحد لو سبرينت حس بواحد الالم في الفخذ ديالو وكمل المباراه ديالو والفحوصات ديالو ما بينتش شي حاجه صعيبه سي ان بليسيور ليجير ولكن في هذا الميدان ديال الرياضه خاصنا نكونوا فيغ تري تري اتونسيون. غدا نعاودوا له فحوصات اخرى وعاد نقروا. باقي اللاعبين الاخرين الحمد لله كلهم في صحه جيده ونتمناو باش تكون المقابله الجايه مزيانه والنتيجه ان شاء الله تكون في صالحنا. اليوم التفكير في اللقاء الثاني امام منتخب بلجيكا يوم الاحد المقبل، اعتقد بان وليد الكراكي خذا النقاط الايجابيه وكذلك النقاط السلبيه اللي لازم تصحيحها خلال المباراه الثانيه لانه ان شاء الله انتصار سيكون مهم. اللقاء امام منتخب بلجيكا ما غاديش يكون سهل، واحد من المنتخبات القويه المصنف الثاني على مستوى العالم، وبالتالي الانتصار حتى ديال منتخب بلجيكا غادي يخلي بانه المعنويات ديال الفريق البلجيكي مرتفعه، ولكن اعتقد بانه لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي عندهم الامكانيات وعندهم كذلك من المؤهلات انهم يقدموا مباراه كبيره. الجمهور المغربي ان شاء الله غادي يكون الى جانبهم ونتمنوا ان النتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه. وليد الركراكي كيحاول انه يشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير، هو اكد في الندوه الصحفيه الاخيره ديالو بان المنتخب الوطني المغربي قوي بمن حضر. وهذه اهم نقطه يمكن اننا يعني نحسوا تجاهها بنوع من الاطمئنان، لان المنتخب الوطني المغربي هو مجموعه ماشي فقط فرضيات، هو لحمه وهذه هي النقطه الاساسيه. العناصر الوطنيه خلال المباراه ديال كرواتيا قدمت واحد المجموعه ديال المؤشرات اللي كانت ايجابيه، لكن ايضا كانت مجموعه من السلبيات، كانت مجموعه من الاخطاء، كانت مجموعه من الهفوات اللي كنتمناو انه يتم يعني تصحيحها خلال مباراة بلجيكا اللي غادا تعرف إيقاع آخر، أداء مغاير وأيضا رهانات أخرى، لأن هذه المباراة خصنا نساليو معها ونكونوا يعني فايزين بالنقاط الثلاث ديالها. بل المنتخب المغربي كنظن كان الفوز في المتناول مع المنتخب الكرواتي، خصنا نستخلصوا الدروس المهمه من هذه المباراه، ما خصناش نتخلعوا من الخصم، خصنا نحاولوا نديو ثلاث نقاط اللي غتخلينا نلعبوا مباراه كندا نوعا ما باريحيه، ولكن تا هو خص فيه الفوز باش يكون ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي يتصدر هذه المجموعه. المباراة اللي اختاريت لكم اليوم هي مقابلة الكاميرون ضد سويسرا. الممثل الرابع في القارة الإفريقية جرى المباراة ديالو ضد المنتخب السويسري ونهزم في هذه المقابلة بهدف لصفر، والصدفة أن مسجل الهدف الوحيد اللي هو إمبولو عنده أصول كاميرونية، فهذه المفاجأة كانت بحكم أن سامويل إيتو صرح بأنه غادي يفوز بهذا كأس العالم ونهزم في المقابلة الأولى. المنتخب الكاميروني 32 سنة ما استطاعش أنه يتقدم الأدوار المتقدمة. المباراة كانت فيها شوية ندية، نعطيكم بعض الإحصائيات. فأول إحصائية اللي هي الاستحواذ، فالاستحواذ كان تقريبا قريب، ف 43% كانت المنتخب الكاميروني، في المقابل كانت 45% للمنتخب السويسري. نمروا لإحصائيات أخرى اللي هي جد مهمة في هذه المقابلة، فعندك اللاعب الفيديو
مندي اللي هو لاعب المنتخب السويسري كان هو اكثر لاعب قام تمريرات صحيحه بنسبه 65 تمريره في المقابله و80% من التمريرات الصحيحه. شاكيري كان عنده اكثر عدد من التمريرات العرضيه ب 10 تمريرات عرضيه، بينما اللاعب تشاكا قدم تسديدتين مؤطرتين وكان هو اكثر لاعب اللي سدد على المرمى. شاكيري نفس الشيء عطى تمريره مفتاحيه وكان هو اللاعب الوحيد اللي عطى تمريره مفتاحيه ديال الهدف. احصائيه اخرى اللي هي تجد مهمه اللي عدد ديال لي سبرينتس هوت انتونسيتي ولا السرعات كثيره، اللي هو اللاعب فارغاس اللي قدم 66 سبرينت في المقابله واللي هو رقم جد مهم. اللاعب الكاميروني الوحيد اللي كاين في هذه الاحصائيات اللي هما التوب 10 فهو اللاعب فاي، بحيث انه قدم على تمريرات في الكاساج دو لين اللي كتعتبر انه كسر الخطوط ب 40 تمريره وهو رقم جد متميز لهذا اللاعب فاي. فالمباراه عرفت انهزام المنتخب الكاميروني بهدف لصفر، فالحدود ديال المنتخب الكاميروني ولات حدود جد ضئيله في هذه المجموعه اللي كتعرف مشاركه ديال المنتخب الاوروغواي مع المنتخب الكوري الجنوبي اللي هو منتخب قوي جدا. ومعنا كذلك جمهور اللي جا من المغرب خصوصيا نهار المقابله دايو معنا سي مروان. قلتي جيتي نهار الماتش بالضبط؟ ركبنا في اخر ليله تقريبا مع 10 ديال الليل، وصلنا مع 7 ديال هنا ديال قطر، دونك ابي مشينا للزون الفان زون ديالنا وركبنا ومشينا. فريمون مشينا الوقت كان مزير، وصلنا تقريبا ربع ساعه قبل من الماتش، مي الحمد لله اهم حاجه اننا نكونوا حاضرين، اننا نازروا الاسود ان شاء الله. كنتمنوا ان المقابله الاولى كيف ما كانت مقابله افتتاحيه تعادلنا فيها، النتيجه كتبقى ايجابيه ونتمنى ان شاء الله ان نتحسن الاداء اكثر، نخدموا على الاخطاء ديالنا اللي درناهم اللي كانوا في التكتيكيين، وان شاء الله الماتش الجاي غادي يكون ان شاء الله فرصه اننا نلعبوا مع بلجيكا ند للند، ويبقى لنا اخر ماتش ديال كندا ان شاء الله باش اننا نضمنوا ان شاء الله المرور للدور الثاني، حيت كنستحقوا اننا ندوزوا ان شاء الله بهذا الافكتيف اللي عندنا. شحال ديما شفنا شي افكتيف بحال هكا، روسيا ما حالفناش الحظ، مي هذا العام هذا كنتمنى اننا ان شاء الله نربحوا وندوزوا، حيت خاصه اننا في دوله عربيه وكنحسوا براسنا باننا حنا في بلادنا وخاصنا ندوزوا ان شاء الله. ان شاء الله مروان ميرسي بوكو، تبارك الله عليك على التحليل سوبر، بارك الله فيك. يلا معنا غادي نشوفوا جمهور اخر وناخذوا ارتسامات اخرى. يلا الوغ معنا ماشي باسيمي هينيو ولكن باسم توكو، واخا شفتوا لابس توني ديال البرازيل هو جانا من العراق ياك. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. المنتخب المغربي قدم مباراه حلوه جميله ومتواضع بالخط الدفاع والخط الهجوم، وحمد الله التاخير المفروض بدري ينزل. اوكي كنت تعايز باش ينزل اقبل اي مع كرواتيا. أوكي. ينزل بدري حمد الله، حمد الله يسجل هدف من البدايه، اخر شيء ان شاء الله ان شاء الله. انت حتروح للمقابله الثانيه بتاع المغرب ان شاء الله، مغرب كندا. أوكي. كلنا مغرب. شكرا كلنا مغرب. شكرا استاذ باسم. شكرا 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 اخ من العراق. يلا اليوم معنا مشجعين من العربيه السعوديه، اهلا وسهلا. يا هلا فيك. هلا كونغراتوليشن من الفوز تاعكم، فوز ثمين. شكرا الحمد لله، كان فوز لقيمته العاليه وان شاء الله يكون مفتاح للتاهل لدور 16. انتم لا زال تدوروا على ميسي؟ والله ميسي مختفي حاليا. ما حصلنا الان. اوكي نتكلم على الفريق الوطني المغربي، شفتي الدوزيام ميتون سكند هالف، شنو تقدر تقول لنا على الفريق الوطني المغربي؟ والله الفريق المغربي اكيد فريق ما يستهان فيه وان شاء الله يشرف العرب. طبعا انا نعرف الفريق المغربي لان عبد الرزاق حمد الله اكيد لاعبنا وانا مشجع لنادي الاتحاد. شفنا السعوديه، شفنا المغرب، شفنا بزاف ديال الجنسيات. غادي نشوفوا هذه المشجعه جات من الارجنتين. دون ديز بيان استاذ. ام بي وان قطر، اي ليف ان قطر، اي ام فروم ارجنتينا. اوكي ديسبويس ارجنتينا كي البروبليما. I don't know, actually, you know, I've been here for 6 years, really yeah. waiting for this moment. And I really hoped that Saudi was going to lose, but it didn't happen. Yeah, donc, كما قلت, تتعيش هنا في دوحة، كانت تتسنى هاد اليوم هادي بن 6 سنين وهي تتسنى وكانت باغية تربح بيان سور الأرجنتين والسعودية تخسر، ولكن what because the fan, the Saudian fan yeah.
are looking for Messi. تنقلا بأن المشجعين العربية السعودية يقلبوا على ميسي. What's happened? Well, actually, nobody knows what happened. However, I think that it was a very nice moment because after all the sadness after the match, I saw a lot of very nice Saudi people saying, okay, this one, it's just nothing. So Argentina will win the World Cup. And actually, everyone thinks that. كما سمعتوا وفهمتوا بأن تيقى بزاف فريق ديال الأرجنتين وخا فاتت وخا خسروا المقابلة الأولى شاف بأن المشجعين ديال العربية السعودية شجعوا وبقاو فير بلاي دونك هي متأكدة بأن الأرجنتين غادا تربح وما عرفتش شكون اللي جايين هادو واقيلا غنشوفوا دادون دي إسلان We are Moroccan TV. Moroccan TV. What's about the game? Serbia will win. Serbia will win 3-0. It's ours. Good. Thank you. Serbie. Thank you. Donc هادو الجمهور ديال سربيا كاين مقابله امام فريق البرازيل. شفتوا الحماس. مو بيان. الوغ شفنا المشجعين المغاربه، شفنا البرازيليين، دابا غنمشيو نشوفوا المكسيكان. المكسيكان تاهما اللي جاو بكثره هنا. مكسيكو المارويكوس كومو اي فيستو لا بارتيدا ديال المارويكوس. ماروكو نو فاموس فير سي كانون امباتاوس فيرا سي فيرون بيان بيرو يا سيغوندو بارتيدو ماروكوس يا تينين بوينوس جوغادوريس كينيس حكيمي موي بوين جوغادور سو Marecos, yo digo que para el segundo partido ganan. اوكي فوالا دونك هو تيشجعنا قال لك بان المقابله الثانيه المغرب ان شاء الله غادي يربح وعجبوه اللاعبين بيان سور حكيمي زياش وكلش موتشاس غراسياس اي ديسبويس لا كوميدا اهلا وسهلا. عليكم السلام. الاسم بتاعك؟ منال. انت من دوحة؟ ايه. كيف جاتك هاد الاجواء كأس العالم؟ حلوة. بتشجعي فريق قطر؟ ايه. هي بتلعبي بتعملي رياضة كرة القدم؟ ايه. وانت جيتي مع مين؟ مع ماماك مع عائلة؟ مع امي وابوي وعائلتي. اوكي، وهذا الراجل الكبير اللي معك مين؟ اخوي احمد. اخوك احمد كم سنة؟ 3 سنوات. اوه ثانك يو، شكرا. حنروحوا لهنا؟ يلا نمشيو، يلا.